إذا مدينة إفران اليوم الأحد السادس من دجنبر 2020. إذا هذه الأجواء الجميلة جدا التي تعرفها مدينة إفران في أيام الشتاء بعد تساقط الثلوج، يعني تساقطت يعني بكميات كبيرة، فحج الجميع. يعني الطريق الرابط بين مدينة الرباط، مدينة الخميسات، تيفلت، مكناس، يعني بالخصوص عند مدخل مدينة إفران، فإن يعني حركة السير بطيئة إلى حد ما بسبب توافد المعجبين بهذه الأجواء. إذا توافدوا على مدينة إفران، خصوصا أننا في عطلة نهاية الأسبوع.